حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الترمذي وقد حسنه ابن حجر رحمه الله وصححه شيخ الإسلام رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا حديث صحيح مشهور. وهناك طرق أخرى كثيرة تسند هذا الحديث، طرقه كثيرة جدا، لكن ليعلم أن الحديث قد قلب متنه بلفظ تفترق أمتي على 70 أو 71 فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: الزنادقة وهم القدرية. ولذا أورده العقيلي وقال ليس له أصل ولكنه لا يصح، وحكم عليه الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بأنه موضوع، الذي هو اللفظ المنقلب، لكن اللفظ الذي مر معنا فهو أيضا صححه رحمه الله.